كتقول بانها مشات لعند الدرك الملكي، وفعلا احنا اليوم غادي نعطيكم واحد المعطيات. اخواني اخواتي المتابعين، عوده مجدده وفيديو جديد، ودائما قضيه الاخت كنزه واللي تعرضت لابشع انواع العنف من طرف المشغله ديالها، واللي جعل لسان ديالها، وكيف ما تابعتوا معنا وتابعت معنا الصحافه المغربيه، اليوم كتخرج لينا فاطمه الزهراء شفتي جبي تصريحات جديده وبدلائل اللي كتقول انها غادي تدين الاخت كنزه، وغادي تتبعوا معنا هذا الفيديو اللي فيه بزاف ما يتشاف الاخوان، وكاين فيديو من ورا هذا ان شاء الله اللي غادي نحطوا لكم اللي فيه قنبله جديده. عطاكم معطيات فعلا. هاد السيده مشات للدرك الملكي وتمت المواجهه ديالها مع المشغله، والدرك الملكي داروا الخدمه ديالهم، داروا المحاضر ديالهم، قالوا الكنزه سيري جيبي شهاده طبيه، لان كنعرفوا في مثل هذه الحالات الانسان ملي كيكون مثلا تيجي كيقول بان فلان ضربني، انا مشيت قلت لهم فلان ضربني، وفلان حتى هو هي كتقول هذيك كتقول، وبالتالي الدرك الملكي ولا رجال الامن تيديروا داك المحضر الاستماع، كيصنتوا لهذا الطرف وكيصنتوا لهذا الطرف، وكيطالبوا من الطرفين انهم يجيبوا الشواهد الطبيه او يجيبوا الشهود او ما شابه ذلك، حيت حنا في القانون ما تنخدموش بالعاطفه، في القانون ما تنخدموش بقال لي فلان، قال لي فلان راه ضربوا فلان، ابدا راه ما كاينش شي دراكي او لا شي رجل امن او لا شي وكيل ديال جلاله الملك او لا السيد الوكيل العام، ما كاينش شي واحد كيعتقل شي واحد بالهضره. الاعتقال كيكون بالدلائل وبالحجاج وبالشهود وبكاميرات المراقبه وبالقرائن، يعني دابا نهضروا بشويه ديال المنطق. تواصلنا حنا مع المشغله ديال كنزه واللي تهي سميتها كنزه، هذا الوحش الادمي، هذه السيده اللي عذبات كنزه هي والزوج ديالها اللي هرس ليها سنانها، واللي كانت كتدعي انها قاضيه تحقيق وان الزوج ديالها كولونيل، وبطبيعه الحال انا النهار الاول قلت لكم مستحيل ان هذه السيده تكون قاضيه ديال التحقيق او لا تكون تنتمي للقضاء، لان حاشا باش انسان كينتمي للقضاء او للامن انه يدير هذه الافعال، وحاشا راجلها واش يكون كولونيل ويديروا مثل هذه الافعال. هذا الموضوع طرقناه، تواصلنا معها، هضرنا معها. السيده حاليا في واحد الحاله منهاره نفسيا، السيده حامله عندها شهرين، هذه المشغله هي سميتها كنزه عندها ثلاثه الوليدات، كتقول بانها هذاك الشيء اللي في كنزه لا تهرس ديال يدها ولا تهرس ديال الضلوع كله قديم، بانها هي عمرها ما قاسه. بطبيعه الحال هذيك كتقول وهذيك كتقول، حنا المغاربه تعاطفوا مع كنزه لان كنزه غتقول علاش غتكذب، ولكن تصريح ديال الدكتور اللي دار لها العمليه في بعض المنابر تيقول بان هذه الهرسه قديمه، بان الهرسه ماشي جديده، يعني هذه البنت هذه كان من الاولى ومن الاحرى انها تمشي للطب الشرعي وانها تمشي تعليمات من عند السيد الوكيل العام المستشفى العمومي باش نعرفوا كل ضربه فيها شحال ليها من وقت، شحال ليها من نهار، حيت دابا حنا ملي كنتكلموا على واحد المصحه خاصه السيد الوكيل العام ديال جلاله الملك ولا القضاء ما تيعترفوش بالشواهد الطبيه ديال المصحات الخاصه، راه ملي كتكون شي وفاه جريمه قتل ضرب جرح اي حاجه ما تيعترفوش، كيعترفوا بالشهاده الطبيه ديال الدوله، وبالتالي حنا كنطرحوا سؤال كيفاش هذه البنت احتاجت لهذ المصحه خاصه؟ سمعنا بان هذه المصحه غتعتني بها وغاديه دير ليها كل شيء فابور، حتى كنتفاجئوا وكنتصدموا بان المصحه هادشي في التصريحات ديال العائله ديالها، هادشي اللي كنقول لكم راه انا ماشي انا اللي كنقول، انا تنقول لكم شنو كيقولوا عائلتها وشنو قال الطبيب وشنو قالت كنزه المشغله ديالها، تيقولوا بان المصحه طلبت لهم انهم يؤديوا واحد الفرق ديال 30%. وهنا كنطرحوا تساؤل، علاش الفلوس اللي كيصيفطوا المغاربه ما تيمشيوش للكنزه كيمشيو للاخ ديالها؟ وبزاف الناس طرحوا عده اسئله في الكومونتير تيقولوا علاش حاطين النمره ديال الاخ ديال الكنزه، في حين انا وصلتني بعض المعلومات مع المشغله وانا غنسمعكم واحد الاوديو غنسمعوا لكم حتى ما تندويش بفمي انايا، انا ما يمكنش ندوي بالدماغ ديالي، كتقول بان ذاك الهرس اللي فيها في يدها واللي فيها في دراعها واللي فيها في ضلوعها خوها اللي فايت مهرسها، الاخ ديالها اللي كان كيتعدى عليها وكان كيسلخها، كتقول لك ماشي انا، هي تقول لي بغات وكنزه تقول لي بغات، وكيبقى الفيصل هو القضاء والشواهد الطبيه. حنا اليوم كنتسائلوا علاش كنزه ما مشاتش للطب الشرعي باش يحدد لينا الضرر، وانت وقع داك الضرر، وانت وقع ديك العصا، وانت كلات ديك العصا، لان كيف ما قلت لكم لا القضاء ولا السيد الوكيل العام جلاله الملك ما تيعترفوش الا بالطب الشرعي وبالشواهد الطبيه ديال الاطباء اللي في المستشفيات العموميه. اذا غنسمعكم الاوديو ديال المشغله ديال كنزه اشنو كتقول. كتقول بان دارهم كانوا كياخذوا 1500 درهم والبنت كتاخذ 1500 درهم، والام ديالها فاش درنا معها لقاء قالت لك انا واخده من عندها 30000 فقط اللي فاتت مصيفطه ليا، وشي مره راجلها كانت تلاقات معاه وعطاها شي 10000. عندي هنا ما يثبت، ها هو انا غنوريه لكم، غادي نوريكم الشيك بلاتي اللي بان الام ديالها واخده 3000 درهم. باش لا فيديو هاد البنت
جات عند سكينه. انا راه كنقطع بعدا وحده قديمه راه تبان كلها كان كيقول لي دايره بحال الراجل خواتاتي تيعيروني تيقولوا لها كيفاش كتغزل عندك راجل كانت دايرك هادي مالها هكا دايره ما جبتي هكا ما كيقولوا لها انت ما نظيفاش حتى هذيك اللي في مراكش هذيك حتى هذي كانت خدامه قبل شي دار ومن بعد جابت كنزه عندها في كورونا من بعد كورونا سالات وبقات هي عند الدار 3 سنين تضرب. اذا كما كتسمعوا معنا ان المشغله ديال كنزه تتهم الاخ ديال كنزه بانه هو اللي مهرسها من يدها هو اللي مهرسها من ضلوعها، وهذا الشيء اللي بغينا نعرفوا الحقيقه ديالو، وهذا الشيء شكون اللي كيثبتوا؟ غيثبتوا الطب الشرعي وغيثبتوا القضاء المغربي. وروا الناس ها هو شيك فيه 3000 درهم كيبان؟ ها؟ هكا شدو انت سعيد باش صافي ها هو هذا الشيك خداته امها نهار 26 في شهر 4 نهار 26 في شهر 4 يعني دابا شهرين شهرين باش خداته امها. ها هي خدوج واخده 3000 درهم. اذا حنا من الواجب علينا اننا نقدموا هذه المعطيات لانها معطيات خطيره، وكيف ما قلت لكم راه كاينين مجرد اتهامات. حنا بطبيعه الحال كنثقوا في القضاء المغربي. كنزه راها ضحيه، كنزه ضحيه كتبقى كنزه ضحيه، قد فعلا ان المشغله ديالها هي اللي ضرباتها او لا ضربها شي واحد اخر او لا، المهم القضيه فيها ان حنا مره اخرى كنتسائلوا كنطرحوا تساؤل، كيف يعقل ان كنزه يتم الوضع ديالها بمصحه خاصه؟ وقالوا لنا بان المصحه الخاصه ما غتخلص ما غتاخذ حتى ريال، بان كل شيء على حساب الطبيب وعلى حساب المصحه، فاذا بينا كنتفاجئوا ان المصحه ولات كتطلب واحد المبلغ، السؤال اللي كنطرحوا عاوتاني، علاش ما دارتش لها عمليه جراحيه على نيفها لانه هو اللي كان مستعجل، وكتقولوا ان النيف مهرس، السيده مهرسه من الجمجمه، مهرسه من الضلوع، مهرسه مهرسه، والانسان اللي مهرس من الجمجمه ومهرس من الضلوع ومهرس من اليدين ومهرس، راه ما يمكنش ليه يتمشى، ما يمكنش ليه يوقف، ما يمكنش ليه يهضر، دابا حنا بغينا نعرفوا الحقيقه، بغينا نعرفوا واش بالصح ان خوها حتى هو متورط في الضرب ديال كنزه، واش المشغله معذبه كنزه. هادشي كلشي بطبيعه الحال السيده كتقول بان عندها كل الدلائل، والسيده قالت واحد القضيه انا لو كنت متورطه ما كانوش غيطلقوني رجال الدرك الملكي. السيده مستعده كتقول لك الاعتقال، مستعده لاي حاجه كيقررها السيد الوكيل العام لجلاله الملك. البارح جاوا رجال الدرك الملكي عاودوا استمعوا لكنزه، القضيه راه ولات قضيه راي عام، اي واحد قال شي كلمه او لا شي شهاده او لا شي تصريح غير هضر ما عنده عليه حتى شي معلومه ما عنده عليه حتى شي دليل اكيد انها راه غيتورط راسو في هذه القضيه. طبيب البارح راه تكلم وقال بان الهرسه دابا منطقيا واحد السيده معنفه ومعذبه ومهرسه ديك الساعه وما عرف شنو خصنا نجيبوها نعتقوها، ماشي تزلزلت يومين نديروا لها عمليه جراحيه ديال اليد مهرسه منا شحال هادي، عتقوها من داكشي الارجون. شنو هو الارجون؟ شنو اللي مضروب لها ديك الساعه؟ شنو هو شهاده طبيه كتثبت الوقت امتى ضربت وقتاش ضربت؟ هذا الشيء صراحه تيحمق العقل. مره اخرى راه ولينا خايفين للقضية يولي فيها التجار وتولي كنزة مصدر رزق ومصدر أموال لبعض الأشخاص، الناس اللي كيصيفطوا الفلوس. ردوا بالكم، عرفوا راسكم لمن تصيفطوا لمن كتصيفطوا لمن تتعطيو. لحدود الساعة حتى شي جمعية، فينا هما هاد الجمعيات؟ فينا هما هاد المجتمع المدني؟ فينا هما هاد حقوق المرأة؟ فينا هما هاد الحقوق اللي كتهضروا عليها؟ حتى جمعية لحدود الساعة ما دخلات، حتى جمعية، حتى شي وحدة ما جات سولات في كنزة. للأسف معطيات خطيره وصادمه دارت في هذه القضيه، وحنا تنقولوا ان القضيه راه باقا سريه ديال البحث والدرك الملكي، باقيين كيديروا خدمتهم طبيعه الحال تحت اشراف النيابه العامه المختصه. هاد المصحه استغرب، حنا تنعرفوا المصحات كنعرفوهم خصوصا هاد المصحه، كنعرفوا هاد المصحات هادو راه المغاربه كلهم وقيله اللي تيشاهدونا راه غادي يقولوا لي عندك الحق فاطمه الزهراء. واش هاد المصحات كيديروا الخير؟ واش هاد المصحات كيعالجوا الناس فابور؟ هاد المصحات ما كيعالجوش فابور، فمن المستحيل انني نجيب واحد البنت ونقول غنعالجها فابور، وبالتالي نبدا نقول حق عطوني 30% عطوني 40%، مع العلم ان الام ديال كنزه كتقول لك ما عندهم حتى ريال. ام كنزه كتقول لك عمرها ما تلاقات بالمشغله، تلاقات بها. ام كنزه كتقول لك ما واخداش 1500 درهم اللي واخده، ام كنزه واخده 3000 درهم وعندي الدليل. اذا علاش الكذوب؟ عندي الدليل ديال الشيك، السيده مصيفطه لها 3000 درهم شهر 4 ديال بنتها. اذا علاش غادي نكذب؟ حنا هاد الشيك اللي مصيفطه ديال 3000 درهم لا ينفي ان المشغله معذبه ولا ما معذباش، ولكن حقائق يجب